مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تحت الضوء. اليوم نفتح المجال للحديث عن قرار تعديل قائمة السلع التي سيتم مراقبتها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك. قرار أثار الجدل في أوساط المجتمع، ووجدنا أنه من الضروري مناقشتها هنا في هذا البرنامج. في مستهل الحلقة نرحب بضيوفنا في الاستوديو سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى. مرحبا بك سعادتك. حياك الله أخي داود. وأيضا الأستاذ خميس بن عبد الله الفارسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والمحلل الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار. أهلا بكم جميعا. كما نرحب بكم مشاهدينا في الحلقة عبر اتصالكم بالرقم الذي سيظهر بعد قليل على الشاشة. نبدأ الحوار بعد متابعة هذا التقرير. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات بشأن قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بتعديل قرارها السابق بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وهو القرار الذي جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بإجراء هذا التعديل. القرار حظي بتفاعل الكثيرين، وكان السؤال الأبرز: لماذا تم تحديد السلع التي ستراقبها الهيئة ب23 سلعة فقط؟ ويليه تساؤل آخر: ما مصير السلع الأساسية الأخرى والخدمات الضرورية التي يعتمد عليها كثيرون؟ أعتقد أنه ما كان المفروض يكون تحديد للسلع، يعني السوق واسع ومجالاته عديدة، والتجار فيه يعني كل بطريقة تفكيره، ولذلك أعتقد أنه ما كان المفروض تحدد. اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تدارست الآثار الاقتصادية المترتبة على تدخل الحكومة في تحديد الأسعار، وخرجت بعدد من التوصيات. وعلى ضوء ذلك جاء تعديل قرار حظر رفع السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة لحماية المستهلك. احنا لا نهول للقرار كثر ما احنا نبحث عن حلول بديلة، فالحل الأنسب لهذا القرار نبتعد عن التركيز لحماية المستهلك، ونبدأ نشتغل على هيئة جديدة مثل حماية المستهلك، أو فرع أو مديرية مختصة بالمصانع الأخرى اللي ما تكون هي غذائية. غرفة تجارة وصناعة عمان في دورتها السابقة أجرت دراسة خلصت إلى أن تدخل الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات سيكون له آثار اقتصادية، من بينها الإخلال بمبادئ الاقتصاد الحر وتعطيل النشاط الاقتصادي ككل. ورأت الغرفة أن الحظر سيضر بمبدأي العرض والطلب، ويقتل روح الابتكار ويسيء لجودة الإنتاج. وهنا يأتي سؤال آخر: هل حظي هذا القرار بالبحث والتمحيص من مختلف جوانبه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أن دراسة الغرفة تكفي في مسألة شديدة الحساسية تتعلق باحتياجات المواطنين والمقيمين؟ مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، وأبدع معك سعادتك. يعني نتساءل مباشرة عن الجدوى الاقتصادية لهذا القرار، وهل تتوقعون تأثيره على أسعار السلع والخدمات؟ وقبل ذلك، أين مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية المختصة من هذا القرار؟ شكرا أخي داود. أولا هل نبدأ بالقرار وهل هو صائب وهل توقيته مناسب؟ نعتقد أنه التوقيت غير مناسب، وما جاء في توقيت مناسب، خاصة أنه لا زالت المنظومة القانونية لم تكتمل، المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، بقانون الوكالة التجارية واللوائح المنظمة لهذه القوانين والقرارات التي يجب أن تنظم هذه القوانين لم تكتمل بعد. فلماذا نستعجل في قرار يمس حياة الكثير من المواطنين؟ ما استرعى انتباهي حقيقة في التقرير أنه غرفة التجارة والصناعة كان لها يعني نوع من الدراسة. أنا أرى أنه كان من الواجب يعني أخذ آراء أخرى، بمعنى أنه طرفي المعادلة هم المستهلكين والتجار، وكلهم أبناء الوطن وتهمنا مصلحتهم جميعا. فالتوقيت غير مناسب
أولا من ناحية أنه عدم اكتمال المنظومة القانونية التي تضمن أن يكون السوق منظم بطريقة جيدة، ومن ثم تقوم وزارة التجارة والصناعة وهيئة حماية المستهلك والجهات الأخرى بالعمل على تنظيم السوق. ومن ثم أنا أتفق مع أحد الذين تم اللقاء معهم أنه يفترض رفع الحظر تماما بشكل تام لجميع السلع. لجميع السلع، ولكن هل الوقت مناسب؟ لا، الوقت غير مناسب. إذا رجعنا للمرسوم السلطاني رقم 53 على 2011 واللي يعطي صلاحيات معينة لحماية المستهلك، ما أعطاها من فراغ، أعطاها لأن هناك كانت في مشكلة في ما يخص المستهلك وحمايته. بالتالي هل انتهينا؟ هل الأمر أصبح الآن مثالي حتى نقوم برفع هذا الحظر؟ والسؤال سعادتك، عفوا، يعني فعلا ما أشرت إليه، لماذا يعني طرح هذا الموضوع وقبل أيام، يعني قبل ربما أسبوعين أو أقل، دراسة اكتملت بين مجلسي الشورى والدولة وأيضا مع مجلس الوزراء، ومن ثم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة برفع يعني مشروع القانون إلى المقام السامي لإقرار قانون حماية المستهلك. لماذا يعني هذا القرار لم يتضمن الدراسة التي كانت بين المجلسين وأيضا مجلس الوزراء؟ لماذا يعني أين كان ولماذا ظهر الآن؟ هذا سؤال مهم جدا. هو بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، كذلك في قانون الآن يدرس، هل هو أغفل أم هو تسرع أم ماذا؟ يعني نريد أن نوضح للمشاهدين والمستهلكين بشكل خاص، أنا أعتقد أن التوقيت غير مناسب، بغض النظر أن ما نلوم جهة أو طرف معين أو حتى تهيئة المجتمع، ولكن الخطأ إذا كان هناك خطأ فيعالج بطريقة حكيمة. ونعتقد أنه قانون حماية المستهلك الآن مع عاهل البلاد المفدى وراح يصدر أكيد، وقانون الوكالة التجارية، وفي قانون لا يقل أهمية عنها موجود عندنا في مجلس الشورى وهو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. نعتقد أنه من الأفضل أنه ننتظر هذه القوانين حتى تصدر، وتصدر كذلك اللائحة الداخلية المنظمة لها، وبعد هذا كذلك يتم التأكد من أن السوق يعمل بشكل صحيح، لأنه الاقتصاد الحر لا يمكن أن يبنى على اقتصاد مبني على هيمنة، على احتكار، وتأتي وتطلق العنان للتجارة بشكل غير منظم. لأنه المرسوم السلطاني 53 على 2011 أعطى هذه الصلاحيات لحماية المستهلك من باب معرفة وعلم بأنه في مشكلة، فلم تنتهي المشكلة حتى نرفع الحظر في اعتقادنا. لكن مع هذا نكون إيجابيين، نقول أنه القرار بنفسه ذات نفسه لم يرفع الحظر بشكل كامل، وهذا يعني الحمد لله أنه على الأقل توجد مواد معينة. السؤال يطرح على الجهات المختصة، هل تم دراسة هذه المواد؟ هل هي فعلا المواد اللي 23 أقل أكثر؟ هل هي المواد الأهم بالنسبة للمستهلك؟ وهذا ما سنتطرق إليه في هذه الحلقة إن شاء الله. نأخذ الشق يعني أو الرؤية التحليلية الاقتصادية. أستاذ أحمد، القرار تحدث عن وقوع خلل بمبادئ الاقتصاد الحر وتعطيل النشاط الاقتصادي ككل، يعني هل هذا صحيح من الناحية الاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي داود. الحقيقة طبعا الموضوع يعني لازال ممكن نطلق عليه لازال ساخن الآن، وكل الأوساط تتحدث عن عملية هذا القرار وتأثيره السلبي أو الإيجابي على القطاع الاقتصادي. نحن إذا رجعنا إلى منشأ المبدأ، أصل المبدأ الحرية الاقتصادية، يعني لا يوجد أي قانون يفرض حظر يعني أسعار معينة سواء كان برفع أو تحديد، وإنما في الأصل في الشيء هو إطلاقه. فالحرية الاقتصادية تعطي يعني عدة مبادئ أساسية: حق التملك، حق التعاقد، حق السعر، تحديد السعر، حق يعني كل الحقوق تمنح للتاجر وفق منظومة اقتصادية معينة. نحن بنعيش في منظومة متكاملة يعني على مستوى العالم، لسنا نغرد خارج قطاع الاقتصادي العالمي، فلذلك يعني إيجاد أسعار محددة يعني في ظل هذا القرار الذي صدر، أنا أعتقد أن هي قضية مرحلية. يمكن وجهات النظر تختلف في عملية التوقيت، هل هو التوقيت كان مناسب ولا التوقيت ما كان مناسب. هو الخلاف الآن في قضية التوقيت وليس في المبدأ، لكن نحن اتفقنا على المبدأ. يعني عذرا على المقاطعة، خلل بمبادئ الاقتصاد الحر
وتعطيل النشاط الاقتصادي، هل النشاط الاقتصادي للدولة محصور في 23 سلعة؟ لا، الحقيقة ليس هذا هو المفهوم، وإنما أتى تحديد على اعتبار أن 23 سلعة هذه السلع التي تمس الفرد في حياته اليومية، في ظل لا زال وجود احتكار، في ظل لا زال وجود هيمنة يعني فئات أو مجموعات من التجار على هذا الاقتصاد، أو أنه لا توجد متسع من شريحة من التجار اللي ممكن يخلقوا المنافسة فيما ممكن يتم الحد من الأسعار. نحن نتمنى أن تكون يعني الرؤية أوسع من هذا الاتفاق، ولكن حسب التحليل الذي أتى كانت هناك تشاور ما بين الغرفة وما بين وزارة التجارة والصناعة وما بين التجار وبين حماية المستهلك، معنا تم تحديد 23 سلعة وفق اتفاق بين أطراف عدة. إذا نستمع إلى تفاصيل أكثر يعني من وزارة التجارة طبعا لمعرفة أو الاقتراب من القرار. الأستاذ خميس، يعني هناك من قال أن القرار جاء بناء يعني على مصالح التجار أو حماية مصالحهم وليس لصالح المستهلك، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ أنا حقيقة لا أتفق، وقد يكون الأخوة أيضا لا يتفقون مع هذا الطرح. القرار جاء لمصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، جاء أيضا لخلق توازن بين مصالح التجار وأيضا مصالح المستهلكين. أنت تعرف أن اقتصادنا الوطني هو اقتصاد حر، هو اقتصاد نظام السوق منذ فجر النهضة المباركة، وكرس هذا المبدأ موجب المادة 11 من النظام الأساسي للدولة. هذا الاقتصاد يقوم على مبدأ العرض والطلب، يقوم أيضا على المنافسة المشروعة، تحرير الأسعار من دون أي قيود أو تدخلات غير التي تفرضها المنافسة الحرة وغير المحتكرة. بالتالي الإخلال بهذه المبادئ يؤدي إلى قد أقول تباطؤ على المدى القصير وحتى على المدى يعني المتوسط وحتى على المدى البعيد، وثم نصل إلى أيضا إلى إشكاليات أخرى. كلفة هذه الحلول لو استمر الحظر رفع الأسعار أو اللي هو استمر قرار تحديد الأسعار، كلفة أيضا باهظة. يعني أضرب لك مثل التباطؤ اللي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 2008، كلف الحكومة الأمريكية 800 مليار دولار وكلف الاتحاد الأوروبي 360 مليار يورو، فالكلفة هنا صعبة حتى تحسبها يعني. وبالتالي كلفة أيضا لو صارت هناك التباطؤ سينعكس هذا التباطؤ على الجميع في داخل بس أعتقد موجود يعني المسألة أنه يعني من ضمن مواد القرار أنه يعني يرفع التاجر مسوغات رفع السلعة، وهذا موجود الآن يعني. صحيح، يعني ربما في نوع من الانسيابية لكن أيضا على حساب المستهلك. وحددت يعني 23 مادة فعلا هي يعني سلع أساسية، 23 مادة أن لا يرفع سعرها، لكن القرار الأولاني كل المواد كان لا يستطيع الإنسان أو التاجر أن يرفع سعرها، كل المواد، كل السلع الاستهلاكية، كل الخدمات. لكن هذه 23 سلعة أستاذ خميس يعني كيف جاءت؟ يعني نحن نتفق أنها سلع أساسية وتمس مصلحة المستهلك، لكن هناك سلع ربما ليست بعيدة عن الأمور الأساسية للمستهلك، من ضمنها ربما نذكر حليب الأطفال غير موجود في هذه المواد، هو مثل ما أيضا مواد البناء يعني ليست بعيدة، لأن حاجة المستهلك ليست في الأكل والشرب فقط، هي تكميلية. هذه سلع مثل ما قال الأخ أحمد أيضا هي سلع أساسية تدخل في غذاء الإنسان وفي حياته اليومية، وبالتالي لم تأتي أيضا من فراغ، لأن الموضوع استمر فترة طويلة أيضا، وكان بقرار من أو مشاورات مع عدة جهات حكومية، ووضعت هذه القائمة في وضعتها لجان معينة، وبالتالي تم الرجوع لتلك اللجان لوضع القائمة اللي هي قائمة 23 سلعة. والفلسفة من وضعها هي أساسا أنها تدخل في حياة الإنسان في غذاء جهات اليوم. اللجان هذه تتبع لجان يعني تتبع عدة جهات حقيقة، منها أيضا حتى اللجان في وزارة التجارة والصناعة وثم في مجلس الوزراء. طيب سعادتك، يعني يرى الكثيرون أن على مجلس الشورى التحرك لتوسعة القائمة أو التراجع عن تحديد سلع معينة لمراقبة أسعارها، هل بالفعل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، اللجنة الاقتصادية والمالية، بصدد يعني إعداد دراسة أو إعداد شيء يعني يكون لصالح المستهلك؟ نعم طبعا احنا ناقشنا هذا الموضوع، والمجلس بعموم وليس فقط اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى. وأولا يعني نريد نفرق هنا، القرار
هو القرار قرار تنفيذي وليس قانوني، بالتالي دور مجلس الشورى يتأكد من هل هذا القرار قانوني حسب القوانين الموجودة في البلد، ومن ناحية رقابية إذا كان القرار هذا غير قانوني يتم التشاور مع الجهات المعنية بأنه هذا القرار يعني جانبه الصواب، ونعتقد أنه في مدخل لهذا الجانب بأنه القرار لم يكن متوازن بناء على الصلاحيات التي أعطيت لحماية المستهلك بموجب المرسوم 53 على 2011. لم تكتمل من جانب هذا، من جانب آخر في اعتقادنا أنه بما أنه المنظومة القانونية لم تكتمل بما فيها حماية المستهلك وقانون الوكالة التجارية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هذه الأمور كلها لم تكتمل، بالتالي نعتقد كذلك أنه من الأفضل ولو تأجيل تنفيذ هذا القرار. الأخ أحمد والأخ خميس تكلموا عن أنه في الاقتصاد الحر الأمور لما تكون طبيعية يجب أن لا يكون حظر لأي مادة. نحن نعتقد أنا أعتقد شخصيا أنه القرار يفترض أن يكون بالعكس، بمعنى أنه هذه المادة الفلانية خلاص أصبحت المنافسة فيها جيدة والسوق فيها يقدر يعالج نفسها حسب العرض والطلب، ومن ثم نخرجها من القائمة ونقول هذه المادة تخرج. جميل. بعكس الوضع الحالي حتى نصل إلى اقتصاد حر كامل بشكل كامل. هذا مبتغانا في النهاية، يجب أن لا يكون هناك أي تدخل من أي جهة حكومية في فرض سعر معين، سواء كان حماية المستهلك أو وزارة التجارة، لكن هذا الأمر غير 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 حاصل الآن. من المهم كذلك أن نقول أنه القرار الأخير تحدث عن السعر ولم يتحدث عن الغش والأمور الأخرى المتعلقة بالمواد الأخرى، هذه لا زال والجودة هذا لا زال يفترض أن قانون حماية المستهلك أو هيئة حماية المستهلك تقوم به على الوجه الأكمل. هناك نقطة كذلك يعني مهمة، وهي أنه حماية المستهلك حتى لو افترضنا جدلا أنه راح يستمر هذا القرار ويكون موضع التنفيذ، أنا أعتقد أنه من واجب حماية المستهلك أو أي جهات أخرى معنية إذا ترى أن هناك مواد أخرى يجب أن تضمن في القائمة 23 فيجب أن لا نتوانى فيها. ونحن في مجلس الشورى يعني حقيقة ما نريد ندخل في الجانب التنفيذي، لكن هذا دور أقرب له حماية المستهلك. جميل. أستاذ خميس، يعني ساعات ذكر أنه القرار تنفيذي وليس قانونيا، وسمعنا هناك يعني عدد من المحامين من يريد الطعن في هذا القرار في يعني ظل غياب محكمة دستورية، كيف يمكن الطعن في هذا القرار؟ هو يعني حقيقة القرار الأولاني صدر بناء على من حماية المستهلك بناء على مسببات أو سبب معين، وهو ارتفاع الأسعار أو التضخم، والتضخم هو الارتفاع المستديم والعام في الأسعار، لذلك جاء القرار للحد من عملية التضخم. لكن المعالجات يعني لما يصير في تضخم في أي اقتصاد لا تتم بتعديل الأسعار، إنما تتم بمعالجات أخرى، وهذا ما قامت به الحكومة لاحقا عندما رفعت الرواتب، لأنه الحل للتضخم هو في حلول للتضخم أساسا. من هذه الحلول هو رفع الرواتب، حلول أخرى ممكن تلجأ لها بعض الحكومات وهي مسألة الإنفاق على المشاريع، تكون في تقشف مثلا في المشاريع في تنفيذ المشاريع الحكومية. حلول أخرى أيضا فرض ضرائب على الناس داخل أو الأهلين داخل المجتمع كانت من ضمن الحلول، لكن الحكومة لم تلجأ إلى هذه الحلول، لجأت إلى حل آخر وهو زيادة الرواتب، وبالتالي انتفى السبب من إصدار القرار. هذه نقطة. بالنسبة لسؤالك، أنت سألتني كان سؤال معين، إنه في ظل يعني الطعن في هذا القرار، في هذا القرار مجموعة من سؤال المحامين. قانوني يعني. نعم. سؤال قانوني. الآن وأنت لك في الجانب القانوني. في الجانب القانوني. يعني. إذا سألتني من هذا الجانب، الآن لا توجد أصلاً محكمة دستورية، هذا صحيح، لكن إذا انتفى السبب يعني بعد رفع الرواتب كان ممكن أيضاً التجار يلجؤون لو كانت في محكمة دستورية ويلغون القرار، لأنه يخالف، انتفى السبب من استمرار القرار، وبالتالي كان سيلغى قضائيا، هذا رأي القانوني يعني. طيب أستاذ أحمد، يعني بالعودة إلى السؤال سعادة يعني عن المجلس الشورى يتحرك في المقابل، يعني هناك من يقول
هذا القرار سيساهم في روح الابتكار وتقوية مستوى السلع المستوردة، هل بالفعل سيخلق روح تنافسية جديدة؟ هو الحقيقة طبعا نحن ممكن عودة إلى ما ذكره الأستاذ خميس، في تصوري يعني تم تحديد هذه السلع 23 وتبقى كافة الصلاحيات لازالت لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك، منها الإغراق، منها التدليس، منها أي مفهوم من المفاهيم تتعلق بالمستهلك لازالت تحت صلاحية الهيئة باستثناء هذه الجزئية. متى يعني نستطيع أن نقول قانون المنافسة ومنع الاحتكار هو أحد القوانين التي تساهم في قضية إيجاد المنافسة مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار، بتكون الأسعار متناول للجميع. للأسف الشديد حتى لو أتى هذا القانون، أنا في من خلال المراجعة، حتى لو أتى هذا القانون وحتى لو أتى قانون إلغاء الوكالات التجارية وحتى لو أتى قانون حماية المستهلك، سنجد في النهاية يعني المنظومة الاقتصادية لا زالت تعمل وفق احتكار، على اعتبار لا يوجد بيئة من التجار الفاعلين الذين يستطيعون أن يدخلوا في خضم هذه التجارة الموجودة. ما هو الحل؟ الحل أنه نبدأ بصناعة بإيجاد يعني منظومة تجارية. الآن بدأت مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحرك، بدأ مجموعة من التجار من الخارج المستثمرين الأجانب يدخلوا إلى الداخل. هذه المنظومة ستصنع هناك منافسة شديدة جدا. إذا كان تاجر يحتكر مثلا منذ من السبعينات مثلا 40 وكالة أو 50 وكالة أو أي كانت، هل كان احتكاره في ذلك الوقت كان سليم أو سلبي؟ كان سليم. إذا كان الآن سيتحول إلى ربما لم يكن احتكارا بقدر ما يعني لم يوجد أحد، لم يوجد في السوق غير مثلا يعني نعم. إذا فتحت هذه الوكالات هل يوجد لدينا مستثمرين قادرين على الخوض هذه المنافسة؟ للأسف الشديد ربما قد يكون القانون موجود ولكن استخدامه غير مستقل كاستخدام كواقع. ما نريده هو الهدف أنه التاجر يستوعب هذه المرحلة الموجودة ويكون ابن لهذا الوطن ويقود القشع الذي موجود. إذا كان يطمع في ربح في يوم من الأيام 40% و50% أن يكتفي بربح 10% كصافي ربح، كهامش صافي ربح بعد كل مصاريفه، لكن الآن أن يستوعب هذه المرحلة. نعم، ما أشرت إليه يعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الحكومة تأخذ بيد الشباب لمشاريع ربما يوما ما تأخذ مكانها وترفض الاقتصاد العماني. نعم. الآن موجودة، يعني ما الذي يمنع أن يأخذ الدور؟ هل فعلا مسألة وقت، محتاجين وقت كثير إحنا على أساس نقف يعني؟ صحيح. إحنا بحاجة أخي داود إلى أنه التاجر الكبير أن يحتضن التاجر الصغير، أن يحتضن المؤسسة الصغيرة ويؤهلها لتكون بعد ذلك. هل تعتقد يعني أن هذا موجود عالميا؟ نعم موجود. أما أن التنافس يحول دون الأخذ بيد الصغار؟ الحقيقة مثلاً داخليا بدأت بعض المؤسسات المجتمع المدني، بعض الشركات تعمل صناديق أو أيضا رعاية أو اهتمام لهذه المؤسسات، ولكن لم ترقى إلى المطلب الحقيقي الموجود. أستاذ خميس أعتقد يريد يعلق على هذه النقطة. أعلق بأمر بسيط فقط. أنا أولا القائمة، نعود للقائمة في البداية، القائمة ليست نهائية أساسا، القرار أعطى للجنة الأمن الغذائي أن تزيد بعض السلع فيها إذا ما كان هناك أي ارتفاعات غير مسببة وقد تؤثر على المستهلكين وحتى على السوق بشكل عام. نأتي للكلام اللي قال عليه الأخ أحمد، هذا فعلا الآن الوزارة حتى تعمل بطريقة أخرى أيضا، تم المناقشات مع بعض التجار من الذين يعتبرهم الأخ أحمد أيضا كبار لإعطاء بعض الأعمال للتجار الصغار أو رواد الأعمال في داخل السلطنة. وبالتالي أيضا إن شاء الله الآن في مرحلة المناقشات، وبعضهم أيضا وافقوا لإعطاء بعض من الأعمال للشركات والمؤسسات الصغيرة اللي أنشأت حاليا يعني. أيضا هناك اتفاق مع أيضا صندوق الرفد وأيضا هي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أيضا تعطي بعض الدعم للمؤسسات والشركات في بعض القطاعات، من مثل أيضا حتى شركة قطاع الغيار، شركات الخدمات. وبالتالي ما يتم الاتفاق عليه حاليا او مناقشته ان الشركات الكبيره في مرحله في مساله الخدمات تعطي للشركات الصغيره هي التي تنفذ، يعني انت تبيع لكن بالنسبه للخدمه ما بعد البيع تعطيها ايضا لشركات اخرى. هل سنراه قريبا؟ انا متامل خير حقيقه، لان الوزاره بدات في العمل في هذا المشروع وفي هذا العمل بالاتفاق طبعا مع الجهات الاخرى. جميل، ناخذ اتصال معنا عبد الله.
مرحبا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله عبد الله. مساء الخير استاذي. مساء النور حياك الله. طول عمر بس عندي نقطتين بدي اناقش معكم. تفضل. موضوع هذا غذاء الطفل بالنسبه لحليب الاطفال. في اللي اعرفه اعتقد في اغلبيه دول العالم حليب الاطفال مدعوم من قبل الحكومه. ويعتبر يعني غذاء اساسي. الموضوع الثاني عزيزي بالنسبه نحن كدوله خليجيه نلاحظ ان العمانيين اتجاهنا كثير للدول المجاوره للتسوق. وتعرف انت نفس النمط الاقليمي يعني متشابه بين دول الخليج يعني ما نختلف كثير منهم. نعم. لماذا نلاحظ بعض السلع او بعض الوكالات العالميه اللي موجوده في عندنا في البلد نلقاها بسعر اغلى من الدول المجاوره. على نفس الوكاله ما في قطع الغيار حتى في المواد الغذائيه او المطاعم العالميه. طيب. لا اكثر عزيزي. شكرا لك يا عبد الله. احسنت عزيزي. لدينا اتصال اخر عصام، حياك الله عصام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير وعلى ضيوفك الكرام سعادة سليم والأخ الأستاذ أحمد تشوب والأخ الضيف ومدير عام التجارة. يا أهلا وسهلا، حياك عصام تفضل. أنا أحب أتطرق الأخ داود إلى بعض النقاط المهمة التي يعني نلاحظها هذه الأيام يعني موجودة يتساءل فيها حتى على مستوى الإنسان البسيط المواطن العماني في كل بقعة من عمان الحبيبة. نعم. واكثر التساؤلات يعني نحن نرى ايضا وانت تعرف ان في استياء من هذا القرار. وهذا القرار قرار تنفيذي يعني ونتمنى من مجلس الوزراء المقر الذي نتاكد ونجزم يعني بانه لا يلو جهدا. لماذا الاستياء عصام؟ يعني في اي شيء ما ياتي فيه لصالح المواطن. عصام لماذا الاستياء؟ في اي شيء تحدد الاستياء؟ هل لك يعني نقطة معينة؟ احنا كنا نتمنى مثل ما قال الأخوة كنا نتمنى ان هذا القرار ان يتم التريث في هذا القرار او تتم منح الصلاحيات الكاملة لحماية المستهلك لهيئة حماية المستهلك التي بذلت جهد غير عادي وجهد مقدر خلال السنتين يعني الأخيرات وانتم شفتوا يعني هذا الهيئة يعني رتي اراد لها مولانا حضرة صاحب الجلالة بان تكون يعني في مرحلة مهمة يعني من مراحل العمل الوطني التي يتم فيها اشراك يعني مثل هذه الهيئات. طيب. في كل ما يخص يعني حاجة الانسان والمواطن من السلع الغذائية من المواد التجارية من ايضا الامور التي تخص التجارة يعني بكل مكوناتها. وصلت رسالتك يعني عصام. والهيئة ايضا يعني انتم شفتوا النجاحات التي مرت فيها الهيئة لكن نحن ايضا لما ننظر للتجارة هنا عندنا في السلطنة السلع كلها يعني محتكرة في 10 أو شكرا. نقول 12 أو 13 شركة هي التي تورد. نعم واضح. التي تورد الأرز. واضح عصام وصلت رسالتك شكرا جزيلا لك. معنا اتصال آخر. كيف الحال؟ حياك الله يا هشام. الله يخليك إن شاء الله. الله يحييك إن شاء الله. تسلم. تفضل أخي. بدخل في الموضوع على طول. طبعا احنا كنا استيأنا لما شفنا القرار هذا يا اخ داود. نعم. يعني ما كنا متوقعين انه راح يتم تحديد 23 سلعه بينما في سلع اخرى كانت مهمه لم يتم ذكرها زين في القائمه عدناه تمام. نعم. يعني احنا عندك اليوم يعني امس نزل القرار بعد بيوم احد المطاعم رفع اسعاره مباشره. يعني هذا اقول لك اياها انا مستعد وحاسس على كلمه جالس اقول لك اياها على الهواء. انا استغلوا التجار جشع وطمعهم الزايد اللي فارس نفسهم انه يزيد السعر. يعني حتى واحد لما شاف القائمه متغيره سال الموظف انت غيرتوا قائمه الاسعار؟ قال لهم ايوه الموظف اللي هناك النادل قال لهم ايوه. نعم. غيرنا الاسعار زدناها شويه. ليش؟ الجشع والطمع في التجار بدا من الحين لان قائمه السلع اللي نزلت ما كانت فارضه والزاميه لهم ان كل اشياء يعني اشياء غير ضروريه. نعم. يتم عدم رفعها. واضح واضح هشام. الحين نطالب لزاما يتم تغيير القائمه يتم فرض كل قائمه السلع بدون رفع نهائيا يا اخ داود. شكرا لك هشام واضح. ناخذ اتصال اخير. سيف معنا. نعم السلام عليكم اخي داود. حياك الله سيف العوفي. بارك الله فيك يا استاذي. الله يسلمك تفضل. في الحقيقه لا احد ينكر جهود الهيئه العامه لحمايه المستهلك ولكن لدي بعض التساؤلات اخي داود. بعض السلع تركت للعرض والطلب كالخضروات والفواكه وغيرها والكماليات. الا ترون ونحن مقبلون على شهر الفضيل ومناسبه الاعياد الا تستغل هذه المناسبات وترفع الاسعار؟ وما هي اليه المراقبه المستمره من قبل الهيئه للاسواق؟ سؤال الثاني قطع الغيار لماذا لا تخضع لتحديد سعرها؟ فأنا حقيقة بنفسي وجدت أو على سبيل المثال الإطارات أنا وجدت في ولاية البريمي الفرق بين حوالي ما نسبة 40%.
يعني في باقي الولايات تحصل قيمة الإطار الواحد 75 ريال، بينما في داخل ولاية البريمي قيمة الإطار 49 ريال. جميل. السؤال الآخر سيف، قيل بأن لم تحدد جميع الأسعار بدخول السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية، فهل يتعارض يعني تحديد جميع الأسعار سواء كان من القطع الغيار أو الأشياء الاستهلاكية مع دخول السلطنة لمنظمة التجارة العالمية؟ شكرا لك أخي سيف، شكرا جزيلا. يعني سيد خميس، ربما السؤال طرح، يعني عبد الله يسأل، هناك سلع لم تضمن في هذه القائمة، وأيضا أشار إلى حليب الأطفال وأن مدعوم من قبل الحكومة. يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا لم يضمن أو لماذا لا يكون دعم لهذه السلع؟ هو بالنسبة لحليب الأطفال حقيقة، دعنا ننظر حتى للمنظومة الخليجية، الدولة الوحيدة اللي فيها تثبيت للأسعار بالنسبة لحليب الأطفال هي المملكة العربية السعودية، باقي الدول الخليجية لا يوجد دعم، وبالتالي لا يوجد أيضا تحديد الأسعار. يعني هذه رؤية الآن، والأخوان أيضا حاضرين، والكل أيضا يشاهد البرنامج، وبالتالي إذا كان ما كانت هناك مطالب لإدخال حليب الأطفال في قائمة السلع فهذا أيضا ممكن مناقشته أيضا. لكن مع هي تبقى مطالب مستهلكين يعني، وهي حاجة أساسية وضرورية. المستهلك في الأخير هو مواطن، وهذه مطالب مواطنين. بالنسبة لي اتجاه للدول الصديقة للتسوق، هذه نتيجة أيضا للي حصل أيضا، من لأنه الحقيقة اللي لاحظناها أيضا أنه بعض السلع اختفت من السوق تماما، بسبب أن المنتج، نحن دولة في الأخير دولة مستوردة، فالمنتج الأصلي للسلعة رفعها، ومع بقاء ثابتة هنا لا يمكن لأي تاجر أن يبيعها بخسارة. لكن خميس، يعني أستاذ خميس، مسألة أن يعني استجلاب أو شراء السلع أو نحددها في قطاع الغيار أيضا، يعني لم تختفي من السوق، لكن الأسعار يعني صحيح فوق الخيالية. دعني أكمل بس، هو أشار إلى جزئية قطاع الغيار بالتحديد. أنا أيضا بجيك على قطاع الغيار. نعم. اتجاه أيضا بعض يعني العلامات التجارية أيضا، ولاحظت أيضا في كثير من المولسة الحين اللي موجودة عندنا أنه اختفت تقريبا، بدأت تختفي، وحتى إذا جاءتنا سلع جديدة إلى داخل السوق فتأتينا السلع القديمة، لا تأتينا وهي يعني تريد مارك بالمفهوم العام. نعم. تأتينا السلع القديمة الجديدة تدخل في أسواق أخرى بحكم أنها تأتي أيضا بسعر أغلى، وبالتالي لا تستطيع أنها مع تحديد الأسعار أن تدخل في السوق، فيعطونا القديم. صرنا يعني وصلنا لهذه المرحلة أيضا من المراحل. بالنسبة لقطاع الغيار، نعم هناك أيضا ارتفاعات في أسعار قطاع الغيار مع الدول القريبة منا، في أسواق الدول القريبة منا، وهذا أيضا مرصود، لكن الارتفاعات مثل ما قال الأخ هناك قد تصل إلى 40%، وهذا يعني واقع، لا أحد يعني في ظل انتظار يعني قانون منع الاحتكار وأيضا قانون الوكالة التجارية، هل سنشهد أسعار جديدة؟ هل ستقل هجرة المستهلك من السلطنة إلى الدول المجاورة لشراء بعض القطع التي يحتاجها مثلا؟ صحيح. على سبيل المثال قطع الحلول الآن، يعني الوزارة تطرح حلول أخرى الآن، مثل ما أسلفت من السابق أنه أن يدخلوا رواد الأعمال أيضا في هذا المجال. أنا اللي لاحظته خلال يعني مروري في الأسواق خلال الفترة الماضية، بدأت فعلا محلات قطع الغيار تفتح في الأسواق العمانية وفي السوق العماني، ونأمل أيضا أن تكون هناك مساهمة من صندوق الرفد، وأيضا من صندوق من الهيئة التنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، والوزارة ساعية في هذا الاتجاه أنها أن يكون هناك رواد أعمال عمانيون يبيعون قطع الغيار داخل السلطنة. جميل. الأصلية هذه نقطة، يعني طبعا سيخضعون للتدريب في البداية على إدارة الأعمال، ثم سيتم إدخاله داخل السوق، وسنرى في القريب إن شاء الله انفراج في هذا الجانب. جميل. أستاذ أحمد هشام أحد المتصلين أشار إلى أن أحد المطاعم رفع الأسعار بعد هذا القرار، يعني هل هذا يعني يعني اقتصاديا يعني نتيجة لهذا القرار، أم أنه يعتبر استغلال؟ هو الحقيقة في مفهومه هو استغلال حقيقي، لأنه عندما تم تحديد الأسعار من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك كانت وفق منظومة اقتصادية معينة محددة، كانت هناك مقارنة في مستوى هذه المطاعم مثلا
الدرجة الأولى السياحية الصغرى حسب مستويات هذه المطاعم والكلف التي تكلفها هذه المطاعم. هي هذه حالة الآن مطاعم يعني هذا واحدة ما بالك بعض المحلات. الآن يأتي السؤال، هل انتفى دور البلدية مسقط وبلدية ظفار وبلديات الإقليمية الهيئة العامة لحماية المستهلك، هل انتفى دور هذه المؤسسات الرقابية والتفتيشية التي دورها أن تراقب كل حركة هذه الأسعار في الوقت الذي يعني لا يمكن في دور الهيئة العامة لحماية المستهلك؟ في ظل هذا القرار 23 سلعة، بمعنى انتفى دور هذه المؤسسات الرقابية أن تراقب وتخاطب الحكومة بأن هناك في استغلال، هناك في تدليس، هناك في غش، هناك في يعني رفع أسعار يعني مبالغ فيها. أنا في اعتقادي لا زالت المنظومة قائمة كما هي، استثني من هذه المنظومة 23 سلعة، فيفترض أن الكل كمواطن وكمسؤول أن نكون يد واحدة ضد أي ارتفاع مخالف للأنظمة والقوانين الموجودة. سعادتك عصام أحد المتصلين يعني أشار إلى أو طالب بمنح الصلاحية الكاملة لهيئة حماية المستهلك، يعني هل تتفق يعني مع هذا الطرح؟ أنا أتفق مع هذا الطرح في الوقت الحالي. نتفق مع الطرح في الوقت الحالي حتى تستقر الأمور، ولكن قبل ما يعني نكمل في هذا الجانب أنا عندي بس بعض الملاحظات البسيطة. سمعنا كثير موضوع الاقتصاد الحر له ركائز، وهذه الركائز غير موجودة معنا في البلد، وبالتالي لا يمكن تطبيق الاقتصاد الحر الذي يطبق في أوروبا وفي أمريكا عندنا في بلد يستورد معظم حاجياته. بالتالي أنا أستغرب لما يكون أحد مبررات هذا القرار هو قتل روح الابتكار والإبداع. أي ابتكار وأي إبداع إذا كان معظم المواد أصلا مستوردة. نعم إذا كان هناك تصنيع في البلد أتفق مع أنه قد يؤثر على هذا الجانب، خاصة إذا كان في كلف لهذا البحث والتطوير الR&D اللي يسمونه بالإنجليزي، لكنه أعتقد أنه مبرر ضعيف. من ناحية أخرى إذا كان يعني هذه البضاعة المستوردة لها قيمة محددة، فكم هامش الربح الذي أخذها التاجر؟ هل بالفعل هو وصل لمرحلة أنه يبيع إلى أقل من سعر التكلفة؟ هذا موضوع يحتاج إلى بحث ويحتاج تأكيد من المؤسسات القائمة على هذا الموضوع، لأنه الحقيقة نشك في هذا الأمر، لا نعتقد أنه حقيقي ونظن أنه هذا الكلام يعني غير 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 صحيح. مسألة الارتفاع غير حقيقي مثلا؟ لا، مسألة أنه سعر المواد المستوردة أغلى من ما يسمح فيه حماية المستهلك أنك تبيعها في البلد، بمعنى تستورده بعشر ريال قيمته يصلك عمان أنت تبيعه بتسعة ريال. أنا أعتقد أن هذا الموضوع مش صحيح، ما أتمناه في الوقت الحالي. بالعكس، هو يستورده بعشر ويبيعه مثلا بمية. لا لا هو الآن نعم. هل التجار يشتكون تقصد؟ الآن التجار بعض التجار أو لا مش بعض التجار، بعض المبررات يقول لك والله الآن هذه السلعة ما سمح لك حماية المستهلك أنك ترفع سعرها إلى 12 ريال حتى تغطي العشر ريال وتضيف فوقها هامش ربح ريالين أو ريال. يعني يبيع بخسارة. يعني كأن الواحد يريد نتصور أنه حماية المستهلك تقول لك استورد بقيمة 10 ريالات وبيعها في السوق بثمانية ريال. هذا كلام غير صحيح. يحتاج في نقطة مهمة هني. أنا أتمناه من التجار والقطاع الخاص أنهم بالفعل يقفون في هذا الوقت ويثبتوا للجميع حسن النية من خلال عدم رفع الإسعار، من ذاتهم يحافظوا على هذا الأمر لنرى فعلا أنه التجار مع الوطن بشكل عام، ونحن ما نشك أن في أكثر التجار هم أبناء هذا الوطن. وموضوع آخر قبل بس ما شو اسمه، أتمنى كذلك من حماية المستهلك أن لا تركن يعني إلى الجنب وترصد الأسعار في الوقت الحالي بالنسبة للمواد المستثناة من القائمة. سعود لك أستاذ أحمد، يعني هذا موضوع مهم. نعم جدا. نعم، موضوع الجمعيات التعاونية، هناك أوامر سامية صدرت أعتقد في 2011 بإنشاء الجمعيات التعاونية. أين وصل هذا الموضوع الآن؟ وكيف يمكن يعني أن يساهم في الحد من رفع الأسعار؟ الجمعيات التعاونية تحتاج عمل. سؤال كبير، أين وصلت؟ لماذا لم ترى النور رغم أن المرسوم السلطاني صدر في 2011 وحتى هذا الوقت نحن الآن في شهر 6 2014 لم نسمع عن أي شيء عن موضوع الجمعية التعاونية؟ موضوع الجمعية التعاونية موضوع نجح في بعض الدول ولم يوفق في دول أخرى.
أعتقد أنه يجب أن نبدأ من وين انتهى الآخرين واستفيد من تجاربهم. هي فيها حل لكثير من القطاعات، لكن لا ننسى إذا كنا نتجه إلى 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 سوق حر، بمعنى أنه السوق يجب أن يكون حر، وبالتالي حتى الجمعيات التعاونية هذه تتعامل في اعتقادنا بشكل تجاري، لكن يعني تعامل بشكل تجاري صحيح، لكن يعني لا نريد جمعيات تعاونية أيضا تخسر، يعني تأتي برؤية جديدة يكون لها هامش ربح، يعني لا نريد جمعيات تعاونية في النهاية تخسر. نحن نريد جمعيات تعاونية تحل مشاكل المستهلكين من الفئة خلينا نقول في الأصل الجمعيات التعاونية تحد من الاحتكار. نعم، هي تحد التي تحد من الاحتكار. هو نعم. هني في نقطة مهمة، نحن ما نريد كذلك نتحول إلى دولة اشتراكية. ما نريد نتحول إلى دولة اشتراكية بمعنى أنه اقتصاد موجه. تقول نحن ما نريد نتحول إلى اقتصاد موجه. نعم، لكن هذا لا يعني أن الجمعيات التعاونية تتجه في هذا الاتجاه، لا، هي تحل مشكلة شريحة كبيرة من المجتمع. جميل. حيث أن هو بنفسه يقيم مجمع تجاري يشتري منه بنفسه، وربحه يعود لنفس المساهم والمشارك في هذه المؤسسة إذا أديرت بشكل صحيح. إذا أديرت بشكل صحيح، إذا لم تدر بشكل صحيح قد تتحول إلى كارثة. جميل. أستاذ خميس، دراسة الغرفة أشارت، نعود ربما إلى هذا الموضوع، إلى وقوع ضرر بمبدأ العرض والطلب. هل يعني ذلك انتفاء هذا الضرر الآن بعد صدور القرار؟ أكيد، لأنه بعود مرة ثانية لكلام الأخ بالنسبة للكلفة. الأخ قال أنه المتصل حتى بأنه أنا ذهبت إلى مكان، وبالتالي بدأوا الناس أيضا يرفعوا الأسعار. هناك مسألة كلفة. الذي يقيم مثلا محل على ناصية شارع أو على شارع عام غير الذي يقيم مشروع متكامل في منطقة مثلا سياحية. هل هذه الحالات كثيرة؟ يعني كثيرة جدا، لأنك أنت سويت بين الجميع، بالتالي الكلفة اللي في منطقة سياحية، كلفة التشغيل للمشروع ماله مرتفعة جدا، فما ممكن تقارنها بكلفة شخص يعني مستأجر كشك على ناصية شارع، وبالتالي يبيع سلعة معينة تأتي هذه السلعة نفس سعر البيع يأتي إلى المشروع الآخر، وتكون نفس السعر، لأن التكلفة عالية، يستخدم أدوات إنتاج أخرى مختلفة، وبالتالي يجب أن نفرق بين الموضوعين. وبالتالي من هذا المبدأ أيضا لما نقول والله يكون هناك سعر عادل للتاجر نفسه أو للمشروع. طيب، يعني السيف العوفي أشار، يعني وهذه تحدث حقيقة ربما بشكل متكرر أو موسمي، بعض السلع غير موجودة الآن في 23 سلعة، يعني الفواكه والخضروات، يعني نلاحظ أسعار خيالية في واستغلال من قبل التجار. لماذا لم تضمن؟ هل هناك أيضا مراقبة لهذا الموضوع ونحن مقبلون على شهر رمضان؟ أولا يعني لم تضمن لأنه أسعارها أساسا يعني مرة ترتفع ومرة تنزل، يعني غير مرة تأتي في موسم الإنتاج تنخفض جدا، يعني يكاد يعني لو جيت أنت للطماطة والفواكه والأشياء الأخرى تنخفض في فترة معينة ثم ترتفع في فترات أخرى، صعب أنك أنت لكن ترتفع بشيء خيالي. يعني على سبيل المثال، يعني صندوق الطماطم يصل إلى 500 بيسة في فترة الانخفاض الأسعار ويرتفع إلى 3 ريالات في الذروة. صحيح، يعني هل هذه معادلة صحيحة؟ لأنك أنت تستورده. صحيح تستورد، لكن لا يوجد استغلال من قبل التجار. هو ما يستغل، لأنه هو لازم أيضا يحصل على هامش ربح، وبالتالي هو إحنا نستورده، يعني السلطنة تستورد هذه السلع في الموسم اللي ما يكون فيها إنتاج داخل البلد، تستورد من أماكن أخرى، فهناك في بلد الإنتاج نفسه يكون مرتفع، فنتيجة طبيعية يرتفع هنا، يعني لازم التاجر أيضا يحصل على هامش ربح، هو هامش ربح مجزي. جميل. أستاذ أحمد، أشار سيف العوفي يعني تحديد الأسعار، هل هو له علاقة بدخول السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية؟ هل نحن مطالبون بمثل هذا هكذا قرار؟ نعم صحيح، هو يعني أشار إلى سعادة سليم، أنا أعتقد نحن يجب أن نختار منظومتنا الاقتصادية. هل نحن منظومة اقتصاد حر؟ يعني هل نحن سنرتبط بمنظمات عالمية تجارية؟ القدرة التنافسية وكيف تقييم الدول يعني لقدرة التنافسية للسلطنة بحيث بإمكان التعاقد في قانون الاستثمار الأجنبي وقانون المنافسة وقانون الاحتكار؟ نحن بحاجة إلى سوق يكون بمعنى الصحيح حر، ولكن وفق أسس ونظم معينة تستطيع أن تحمي الطرفين المستهلك والتاجر.
عندما نجد نقول نحن نقف في صف المستهلك دون التاجر ستكون هناك قلة أيضا وحدة في قضية كثير من هذه المنتجات. أنا في تصوري نحن وقع منظمة التجارة العالمية حتى في المنظومة الإسلامية في الأصل الاقتصاد الحر والاقتصاد الذي يمنح للفرد يعني كامل مفاصل الإنتاج. ومتى تتدخل الدولة؟ تتدخل الدولة عندما يحدث هناك قلة يعني احتكار لسلعة ما يؤثر على المواطن أو المقيم. جميل. هذه إحدى التحديات التي جميل. يجب أن نؤمن فيها. أستاذ خميس بشكل سريع، معالي دكتور وزير التجارة والصناعة أشار يوم أمس في المؤتمر الصحفي أن الهيئة العامة ستراقب بقية السلع التي يعني لم يشملها القرار إذا ثبت أن هناك زيادة في الأسعار من قبل بعض التجار، ومن ثم سترفع الهيئة يعني تقاريرها إلى مجلس الوزراء لإضافة السلعة واتخاذ يعني قرار. صحيح. مسألة رفع يعني التقارير إلى مجلس الوزراء، هل راعيتم فيها المدة وأيضا الضرر الذي سيلحق بالمستهلك إلى حين صدور قرار من قبل مجلس الوزراء؟ أولا بشكل سريع يعني دور الهيئة دور ريادي في المجتمع، هذا لا ينكر أي شخص أبدا، يعني دورها في المراقبة دور أساسي ودور أصيل الحقيقة، وهذا هو اختصاص الهيئة، فإنها تراقب الأسعار مدى ارتفاعها ومدى انخفاضها، وبالتالي ترفع تقاريرها أيضا للمجلس. وأكيد أن هناك المجلس لن يعني يتوانى في اتخاذ القرار إذا ما كانت هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. جميل. سعادتك بشكل سريع الآن أعود ربما للخطوة التالية لمجلس الشورى في يعني الوقوف مع المستهلك بشكل مختصر بفضل. نعم، نحن طبعا عندنا خيارات مطروحة، لكن وأنا من ضمن لجنة معنية بهذا الأمر يعني شكلت بشكل عاجل، وإن شاء الله بنجتمع في بكرة أو الأيام القادمة. لكن نعتقد أنه من المطلوب الآن يعني القرار أصلا هو خدمة لأبناء الوطن، وأبناء الوطن هم التجار والمستهلكين. نعتقد أنه على الأقل نوقف هذا القرار بشكل المؤقت، ومن ثم إشراك شرائح أكبر في صياغة القرار ذاته وفي تحديد المواد المراد تحديدها، لأنه حسب المعلومات اللي معي أن هذه المواد 23 لا تشكل حتى 30% من قيمة المواد المستهلكة عند المواطنين. شكرا. وبالتالي هذا هو حجمها. نتمنى إن شاء الله أن يتم مراجعة القرار وإشراك شرائح أكبر من ضمنها المواطنين ومن ضمنها مجلس شكرا الشورى. شكرا لك سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، كما أشكر الأستاذ خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وأيضا الشكر موصول للمحلل الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم في حلقة مقبلة من برنامج تحت الضوء، للقاء. Beyond that.